السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الحلقه ديال اليوم نقدم لكم وصفه عباره على مشروب رهيب للزياده في الوزن للكبار والصغار، وكتزيد في الوزن بشكل صحي وامن وبشكل طبيعي، والنتائج ديالو اكيد 100%. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للمكونات ديال هذا المشروب، هذا اخواتي مشروب ديال الطاقه اللي غادي يفيدكم بزاف تزيدوا في الوزن ديالكم. غادي نحتاجوا المكون ديال العنب المجفف، اي اختي نوع من العنب المجفف متوفر عندك، يمكن لك تستعملي العنب المجفف هذا الاصفر هذا، ولا تستعملي العنب المجفف الاسود يعني زبيب. وغادي نحتاجوا في المكون الثاني كميه معينه من التمر، غادي تقدري اختي كميه معينه من التمر وتخليها خصيصا لهذه الوصفه هذه، تبقي تستعملي من هذا التمر مع هذا المشروب اختي. وغادي نحتاجوا في المكون الثالث، هو متوفرش عندي دابا، واللي هو موزه وحده، غادي نستعملوا موزه وحده في هذا المشروب هذا. وغادي نحتاجوا اخواتي وعد مكون اخر، هو الحليب يكون كامل الدسم على شكل بودرة يعني مجفف. واستعملي اختي عاوتاني الحليب الا كان عندك متوفر، حسب ما هو متوفر عندك استعمليه اختي. من هذا الحليب بودرة غادي تحتاجي من 2 معالق كبار حتى 3 معالق يكونوا كبار، ويمكن لك تضيفي حتى الحبوب ديال الحلبة، حتى هي مكون اختياري اللي بغى يضيف بضع حبيبات من الحلبة على هذا المشروب ديالو، غير باش تزيدي من الفاعلية ديال المشروب ويكون النتائج ديالو سريعة. هذه الحلبة هذيك تزيد من المفعول ديال المشروب، وغادي تخلي النتائج ديال هذا المشروب هذا تكون سريعة. بالنسبة لطريقة تحضير هذا المشروب اخواتي، غادي تحضروه في المساء، غادي تاخدي 7 حبات من التمر، غادي تنظفيهم تحيدي ليهم النواه ديالهم، غادي تضيفي على هذا التمر هذو 7 حبات من التمر، تضيفي عليهم معلقه صغيره من العنب المجفف، وغادي تضيفي بضع حبيبات من الحبوب ديال الحلبه حسب الاختيار ديالكم. هذا المكون كما قلت لكم غير اختياري. هاد المكونات هذو غادي توضعوهم في واحد الكاس، غادي تصبوا عليهم الماء الساخن، يعني هذا غير مثال، نتوما غادي تضيفوا نصف لتر من الماء لهاد المكونات في واحد القنينه تكون زجاجيه. هذا المشروب هذا غادي تحضروه بالليل قبل النوم، وغادي تخليوا هاد المكونات مرقوعين في الماء لمده ليله كامله مع تغطيه هذا الكاس هذا ولا هذا القنينه هذه، تغطيو مزيان وتخليوا هاد المكونات مرقوعين في الماء. وفي الصباح اختي غادي تاخدي الموزه، موزه غادي تستعمليها غير في الصباح فقط، غادي تستعمليها باش تحضري هاد العصير هذا، تكملي طريقه التحضير ديالو. هاد الموزه اختي غادي تقطعيها الى قطع، توضعيها في الخلاط الكهربائي، وتضيفي عليها 2 معالق كبار حتى 3 معالق كبار من الحليب بودره، وتضيفي على هذا اليوم هذاك المشروب اللي كنتي حضرتي في الليله السابقه. غادي تلاحظي بلي المكونات اللي باتوا منقوعين في الماء، التمر والعنب المجفف ولاو رطبين، وصافي اختي غادي تخلطي هاد المكونات كلهم في الخلاط الكهربائي باش تحصلي على هذا المشروب، يعني العصير اللي غادي ينفعك بزاف تزيدي في الوزن ديالك بشكل طبيعي. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تتبعوا هذا المشروب هذا 2 مرات في اليوم، مره في الصباح ومره في المساء، غادي تقسموا هاد الكميه ديال 2 المرات في اليوم. واللي بغى يشرب هذا المشروب هذا في خطره وحده في الصباح، داك الصباح ني تيشرب هذا المشروب هذا كله، اللي يقدر يشربه في خطره وحده، اللي بغى يقسم هذه الكميه ديال 2 مرات ماشي مشكل، مره في الصباح ومره في المساء حسب الاختيار ديالكم. المهم اخواتي هذا المشروب هذا راه زوين بزاف، كنتمنى منكم تجربوه. هذا المشروب غادي تداوموا عليه مده شهر، ومن بعد مرور هذه المده هذه بالتاكيد غادي تلاحظوا نتائج رائعه، والنتيجه دائما اخواتي كتختلف من شخص لاخر. وبالنسبه للناس اللي ما يمكن لهمش يستعملوا هذه الوصفه هذه، المراه الحامل ولا الناس اللي عندهم حساسيه من هذه المكونات، ولا الناس اللي عندهم مرض السكري، دائما استشارة مع الطبيب قبل ما تستعملوا اي وصفه طبيعيه. وهذا المشروب هذا النتائج ديالو 100% خاص غير بحال هذه الوصفات الطبيعيه ديال الزياده في الوزن، تعاونوها بتغذيه تكون صحيه ومتوازنه، وخاص الحاله النفسيه تكون مستقره. المهم اخواتي اخواني، كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون الاعجاب ديالكم اللي عجبتكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتدعموني بلايك. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. كنتمنى منكم تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء.